سيد فضل أنتقل إليك الآن. إذن هذا هو الاجتماع السادس أو هذه هي القمة السادسة من نوعها. ما الذي تحقق على مدار 5 قمم يمكن أن تبنى عليه هذه القمة التي تعقد الآن في العاصمة الغنية؟ شكرا لكم جزيلا على هذه الفرصة للحديث إليكم. أولا أود أن أقول أن القمة التنسيقية أصبحت واحدة من أهم القمم الإقليمية التي تعقد من قبل الاتحاد الإفريقي من أجل أن نرى النجاح الذي قد قمنا به إلى الآن. إن السبب الأساسي لهذه القمة التنسيقية هي الدمج الاقتصادي بين المجتمعات، حيث نحن نتحدث عن المجتمعات الاقتصادية في دول إفريقيا الوسطى وأيضا في الإكواس والإيجاد، وهي الهيئة الإقليمية الخاصة بالتنمية والموجودة في القرن الإفريقي. نحن أيضا نتحدث عن مجموعات إفريقية أخرى والمجموعة الإفريقية الشمالية وغيرها من المجموعات الإقليمية مثل مجموعة شرق أفريقيا الذين يتحدثون حول الآلية الإقليمية، ولدينا مجموعة الساحل حيث لدينا هذه اللجان المختلفة والأساسية وغيرها من اللجان التي تعمل على مساعدة فيما يخص التكامل والاندماج في إفريقيا كأسس أساسية وكدول مؤسسة للوحدة الإفريقية. ومن ثم حيث قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في بدء هذا مع رئيس تنزانيا السابق وغيرهم من الرؤساء الذين قد بدأوا هذه المواثيق من قبل، ولكن نحن نفتقد إلى الآلية التي تراقب مدى نجاح هذه الأعمال. ولهذا هذه الآلية في 2017 كانت تهدف إلى مراقبة كيف يعمل الأفراد واللجان الإقليمية وكيف يتعاونون جميعا سويا للعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالاتحاد الإفريقي. وأيضا كل الدول تلعب دورا هاما في كل المجتمعات، وسويا يأتون جميعا للمساندة في التكامل والاندماج للقارة الإفريقية. هذا يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي وكل المجالات. نحن لدينا بعض المشاكل البيئية ومشاكل سياسية، حيث استضافت مصر من قبل قمة المناخ في جنوب سيناء. هذا يعني أنه في هذا الوقت كانت مصر تعمل على تمثيل المصلحة الإفريقية في هذا المجال. كل هذه النقاط يتم النظر إليها و جميعا للعمل على تسهيل التكامل والاندماج الاقتصادي في جميع أنحاء القارة الإفريقية. طيب شكرا لك. هنا أنت سردت وتحدثت عن الخطوات التي حدثت في الدول الإفريقية والقارة الإفريقية للوصول إلى هذه الحالة من التكامل بين الدول، بينها وبين بعضها، وبين كذلك هذه المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإفريقية. في هذه القمة وهذا المؤتمر السادس، ما هي أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ستعمل عليه هذه القمة، ستعمل على حلها في نقاط لو سمحت؟ Yes, Mr. Fod. Hello. طيب أعيد السؤال، أعيد السؤال عليك. تحدثت عن الخطوات التي حدثت إلى القارة الإفريقية. نحن لدينا العديد من النزاعات، لدينا مشاكل مع التشدد. إن القارة
تعاني أيضا في أمور تخص التجارة على مدار عقود، حيث أننا نعمل على التجارة الداخلية بيننا وبين البعض، فلم يتم دعم التجارة بشكل فعال. فإن على سبيل المثال التجارة في بوركينا فاسو وغانا، برغم أن كونها جيدة يوجد العديد من الفرص لجعلها أفضل. في الدول الأفريقية الوسطى وفي العديد من الأماكن الأخرى يوجد احتياج لتطوير والعمل على تحسين هذه التجارة، ولهذا لدينا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وكيف يمكن للدول القوية مثل مصر ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وغيرها من الدول الذين يقومون بقيادة هذا الحلف، كيف يمكنهم جميعا أن يقوموا بهذه الدعم نحو باقي الدول؟ هذه المشاكل تعرقل التقدم والتنمية في الساحل. يوجد العديد من المشاكل المختلفة في أفريقيا الشمالية، لدينا العديد من المشاكل الداخلية، ولدينا لازلنا نعاني من التشدد في الصومال وحول إثيوبيا أيضا. طيب، في جنوب أفريقيا وفي موزمبيق لا زال لدينا تشدد، يوجد العديد من الحروب الأهلية أيضا داخل السودان.